اليوم الاخوان كنحيوهم لباو الدعوه ديال الجمعيات وسطهم السميتين في المغرب باش نقولوا الكلمه ديالنا بكل واقعيه بما يقع في قطاع التامين من ممارسات لا اخلاقيه وجرائم اقتصاديه وماليه اللي كتمارس للاسف الشديد في السوق ديال التامين واللي كانوا ضحايا ديال وسطاء التامين سواء منافسه غير مشروعه والغير شريفه سواء من المتابعات القضائيه اللي كتتم بوثائق مزور للاسف عدد من محاكم الملكه احتيال والتزوير اللي كنلقاو في الاحكام التجاريه مع شركه التامين غياب هيئه الرقابه ديال القطاع اللي ما كتقوم باي دور للاسف واللي كنطالبوا صراحه اليوم من جلاله الملك انه ينصفنا ويدخل ويغير هذيك الهيئه وخصها اصلا تحقيق داخلي على ما يقع من الممارسات ومن التزوير في التقارير ديالها اللي كترفعهم سواء الراي العام ولا رئيس الحكومه لانهم تقارير مغلوطه ما فيهمش الواقع ما يقع في التامينات فيهم تستر على الشكايات وعلى الجرائم اللي كتوقع اليوم كنسمعوا بان كاين شركات ديال تحويل الاموال اللي ما عندهمش حتى الصفه باش يمارسوا في قطاع التامين كيقولوا انهم غيبيعوا في التامين ودي كيشي اسمهم دي ديستريبيتور ولينا بحال غنشريو شي بيتزا ولا غادي ناخذوا فلوس من الكيشي عوض عقد التامين اللي هو عقد عنده بنود وخص تكون عنده درايه والمواطن المغربي ماشي مسهل عليه انه يستوعب الدرايه ديال العقود ما فيها من المعطيات اللي خصو نصح وخصو ارشاد وخصو حتى مواكبه مورا العقد اليوم كنلقاو بحال بغينا غير نبيعوا لك العقد وناخذوا لك الفلوس وغادي يوقع لك شي مشكل ولا شي حديث منك المشاكل ديالك تاع الدار البيضاء دبر راسك فهذا الشيء فوضى مدروسه ممنهجه متابعه بالجمله حنا اليوم جينا ندو جينا شريعة انفاق قدام جميع شركات التامين لان هذا الشيء بزاف علينا وطغاو علينا هاد الناس هادو فين هي السلطه فين هي الحكومه فين هو مجلس المنافسه فين هو البرلمان فاليوم جينا نقولوا بان هذه المؤسسه الحكامه خصها تلعب الدور ديالها خصها تلعب الدور ديالها وكنطلبوا من جلاله الملك انه يبدل المسؤول ديال ديك الهيئه هذيك الهيئه غادا بينا الدمار الشامل حنا اليوم في هذه الوقفه هذه كنعلنوا على التضامن ديالنا مع الجمعيه ديال الوسطاء والمستثمرين التامين بالمغرب وكانت لنا فرصه في الاول فاش تلاقينا الجمعيه ودلت لنا بواحد التقرير مفصل حول الاختلالات اللي كيعرفها القطاع ولمسنا بان هناك مال عام يهدر وهناك تعتيم داخل القطاع وما كايناش الشفافيه وبالتالي كنطلبوا من المسؤولين في هذه البلاد باش يلتفوا حول هذا الملف ويفتحوا حوار جاد ومسؤول مع الممثلين جمعيات وسطاء التامين ومستثمري التامين بالمغرب لما له من اهميه لان هذا القطاع كيهم جميع المغاربه كل شيء معني بالتامين من المدرسه من الرياضه من الشارع من السبيطار من التغطيه الصحيه الان كنشوفوا مجموعه ديال المؤسسات اللي حتى هي كتتعاقد في اطار التغطيه الصحيه وبالتالي في القضيه ديال فقدان الشغل العمل يعني التامين موجود بحاله بحال الخبز بالتالي خاص التامين هو ملك عام لجميع المواطنين وخاص القطاع يتقاد حشومه وعيب وعاري بقى بهذا الشكل هذا القضيه ديال التامين قطاع القضيه ديال التامين والملف ديال التامين معني به كل مغربي سواء من الطفل فاش كيتزاد قبل ما يتزاد في كرش مو راه مو كتكون دايره لاسيرونس على الحمل الماتيرنيتي حتى كيموت اذا حنا اي واحد في هذا الوطن هذا فهو معني بلاسيرونس معني بالتامينات لهذا نقول للمواطنين بان الا ما دفعتوش على هذا القطاع يرجع للمستوى ديالو الاعمال كيف نقولوا القانون والعداله في هذا المجال هذا فانتظروا القادم سيكون اسوء المطالب ديالنا هو العمله كنطلبوها 25% حد كحد ادنى حنا لنا مطالب اكثر من 25% لكن حنا كنقولوا كحد ادنى كبدايه هي 25% ثانيا وقف المتابعات الملفات ملفقه ومحدده سلفا تنبيه بان العداله في المغرب بما فيها وكلاء الملك النيابه العامه ورئاسه النيابه العامه راه عندها مجموعه ديال الشكايات وعندها تقرير في هذا الجانب باننا كنقولوا لهم انتبهوا للوثائق اللي كيعطيكم راه وثائق مزوره الهدف من مراوغه تضليل العداله والعداله خصها تبقى في موقع الحياد وخصها تبقى خصها تدافع على الحق والحريات كما هو معهود اليها طبعا هناك مجموعه ديال المطالب راه حنا كندبروها طبعا هناك مطالب اخرى اللي حاليا في اطار الصياغه